مثلا كان يرز الله اهلا وسهلا فيك عبر موقع الفان. حارجع لجذورك المكسيكيه، انت عندك جذور مكسيكيه، انت مأثره بالدراما المكسيكيه خاصه انه بفتره معينه كان لها وجود كتير كبير بلبنان، وانت مع الاقتباس هل ممكن شي نهار نشوفك عم تقتبسي قصه مسلسل مكسيكي؟ انا مش من متابعه المسلسلات المكسيكيه اذا بدك، يعني ما بعرف اني هل كان مسلسل اللي انعرضوا من زمان اذا بدك علي الي عليهم كذا وكثير ملاحظات، يعني ما بدي انتقد الدراما المكسيكيه، ماني حاضره منها ما يكفي لانه انا اجي انتقدها او احكم عليها. بجوز اللي وصلوا لعنا شيء وهن هلا صاروا بمطرح ثاني، بعدين نحن اللي حضرناهم كثير من زمان، هلا من جديد انا ما بعرف شيء عنها، ماني عم بحضر. اما الاقتباس بالمطلق انا ماني ضد شيء بالحياه، عرفت؟ اذا شغله لذيذه ومش حاضرينها بالشرق وحدا حابب يقتبسها انه ليش لا، او في كثير نجاحات صارت من وراء هيك اشياء، انا ماني ضد شيء، مهم لما يقتبسوها يلبننوها، يعني تتلبنن تصير تشبهنا الى حد ما، يعني يغيروا تفاصيل صغيره. في ثنائيات معينه انت بتحافظي عليها، منهم الممثله بديعه ابو شقره وهلا جديد ممثل جري غزال، ففي اسماء معينه انت بتفرضيها؟ لا ابدا، انا لما بكون المسلسل مسلسلي مثل برمضان انا إلي حق جيب الممثلين، بس لما انا بكون معروض علي الدور كممثله اكيد انا ما بفرض حدا وما إلي حق اعمل هيدا الشيء. دائما بس بده يصير في مقارنه بين الممثلات اللبنانيات ما بينذكر اسم كارير رزق الله، ليه؟ ما بعرف إذا مزبوط وما بعرف إذا مزبوط ليش. بنتك أثارت الجدل من فترة على السوشيال ميديا، وفي كتير ناس انتقدوا أنه بنتها لكارير رزق الله شوي عم بتبالغ بإطلالاتها على السوشيال ميديا، فأنت كيف بتردي على هيدول اللي بينتقدوا هيك أفكار؟ أنا أول شيء ما سمعت هيدا الانتقاد، وأنا ما بشوف أنه بنتي عم بتبالغ بشي، ما عندي شيء أقوله.